أهلا بيكم حلقة جديدة. بايدن على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط، وسألتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي. ليس الهدف هو زيادة النفط، تصريحات خطيرة جدا ومهمة لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي. الاستخبارات الأجنبية نجحت في مهمتها. أهلا بكم على حدث اليوم. الحقيقة أنه في تصريحات غير صحيحة تم بثها على يعني تويتر أو على بعض وكالات الأنباء الغير موثوق منها. التصريحات الغير صحيحة بتقول أنه بايدن بيقول لست متأكد أني كنت سأقابل الملك سلمان أو ولي العهد السعودي عندما سأزور المملكة العربية السعودية. ده تصريح غير صحيح أو تصريح مزور، لكن التصريح الصحيح طبقا لوكالة أنباء العالمية رويترز أنه بايدن قال سألتقي الملك سلمان ولي العهد السعودي، وليس الهدف من الزيارة زيادة أسعار النفط، ولكن على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط. لما ندخل في التصريحات أكتر، في المؤتمر الصحفي اللي عمله جو بايدن الرئيس الأمريكي في أسبانيا، لما تسأل سؤال في المؤتمر الصحفي، السؤال اللي توجه له هو عما إذا كان سيطلب منه القادة سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، يعني أنت هتطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط؟ فقال لأ، وبعد كده تابع التصريح وقال أوضح أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية على وجه الخصوص. ثم بعد ذلك صرح وقال أوضحت لهم، يعني أنه هو وضح قبل كده للقادة السعوديين أو دول الخليج، أعتقد بأنه ينبغي لهم زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعوديين تحديدا. دي التصريحات الرسمية من جو بايدن طبقا لوكالة رويترز الأنباء، وحتى الوكالات الأنباء العالمية ولكن في أمريكا أو في أوروبا الغربية. دي التصريحات الرسمية اللي صدرت منه، غير كده تصريحات غير صحيحة. ولكنه بعد ذلك تابع في التصريحات وقال له، قال أنه يأمل أن يستنتج دول الخليج أو تستنتج دول الخليج أن ذلك لو زيادة الإنتاج من مصلحتها، يعني هو شايف مصلحتنا أكتر ما هو أكتر ما احنا شايفين مصلحتنا. الراجل خايف علينا بصراحة، وإن هو شايف مصلحتنا إن احنا نزود الإنتاج، وإن احنا لسه ما عندناش الوعي الكافي والمعرفة، وإن احنا شايفين ان الديمقراطيين اليساريين هم اللي بيشوفوا مصلحة الخليج اكتر او بمصلحة الدول العربية والشرق الاوسط اكتر ما دول العربية والشرق الاوسط بتشوف مصلحتها بنفسها. يبدو ان احنا على عينينا غمامة فاحنا مش شايفين، ولكن ربنا مدي بصيرة لجو بايدن الراجل اللي هو يعني اشرف على 80 عاما، وان هو شايف مصلحتنا. الراجل يعني ذهنه صافي، راجل واعي جدا، مش بيخرف، مش بيمشي يمين يمشي شمال، يعني بيدوله ورقة، يعني مش هو اللي بيدوله ورقة، بيدوا ورقة لحد تاني ان هو يقول ايه ما يقولش ايه. مش هو اللي كان واقف جنب ملك اسبانيا في العشاء ومش عارف اذا كان يقعد ولا يقف، يعني كان مستني الورقة اللي يتكتب فيها يقعد ولا ما يقعدش ولا ياكل ولا ما ياكلش ولا يقول كلمة ولا يقول ايه. فالراجل بصراحة يعني هو اللي عنده وعي، واحنا اللي يعني مستنينه ان هو يوجهنا. لكن دي التصريحات الرسمية من جو بايدن. على فكرة جو بايدن يعني شايف ان هو مش شايف، هو الكلام كله والتأكيدات اللي جاي من هناك ان هو يعني منتظر التجديد النصفي اللي هو ان شاء الله يعني مش هينجح فيه، وانا أأمل ان هو ينجح فيه، وان هو يكمل، ان هو عايز يكمل، وان هو يقعد على انفاس الامريكان، وان اليساريين والديمقراطيين يكملوا، وان هو يبتدي شبابه الجديد من الدورة الجاية 2024، وهيكون تم 82 سنة وهو في عز شبابه وفي عز صحته وقوته، زي ما قالت اللي هي نائب الرئيس الأمريكي اللي هي النائبة بتاعته، قالت إن هو أنا بنبهر لما بشوف قدرته الذهنية والشبابية والعقلية وقوته الصحية. والراجل يعني بيصحى كل يوم الصبح بيلعب جمباز، يعني فاهم، يعني مثلا بيعمل عدو مثلا 5000 كيلو الصبح مثلا على الريق يعني. فالراجل هيكمل ويقعد على انفسهم وهم مش على انفسنا احنا. ف
فهو عايز يكمل ويبدأ دورته الجديدة من 2024 لغاية 2028. هكذا هم اليساريين يعني يأملوا، مش إنهم هم بيرسموا من دلوقتي إن جو بايدن هيجي، ولكن في خلافات ما بين اليساريين بعضهم البعض، إن في ترشيحات تانية هتكون مفاجأة، ويكون في حلقة عن الموضوع ده، إن في منافس قوي جدا لجو بايدن، ولكن الأمر مش هيتحسم إلا بعد التجديد النصفي في نوفمبر القادم، بعد 5 أشهر من الآن هنشوف، أو 4 أشهر من هنشوف مين اللي هتشهر، لكن في دوافع لحد معين أو لشخصية معينة هم اللي بيحطوا الرهان عليها دلوقتي، ولكن هو عليه شائبة من تسريبات حصلت ليه. ننتقل إلى حسين سلامي اللي هو قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات قوية جدا ليه. الرجل قال تصريحات بصراحة، ده الرجل ده لو كان ماسك رئيس بلدية كانوا علقوه، لكن انا ما اعرفش الراجل ده صرح التصريحات دي ازاي. التصريحات دي نزلت رسمي، وعلى فكره جت على قناه الحدث العربيه وكانت نازله، بيصرح بيقول ان استخبارات العدو نجحت في عملها ضد ايران. انا ما شفتش حد يقول كده. اهم شخصيه في الكيان المجوسي بيقول انه الاستخبارات العدو نجحت في مهمتها ضد ايران. امال انت بتمسك دوله تانية مثلا، ولا بتمسك قائد حرس مثلا في اسكندنافيا مثلا، ما اعرفش يعني. فمهم ان هو بيقول ان استخباراتنا اللي هي استخبارات الحرس الثوري الايراني في مواجهه استخبارات العدو، وهي استخبارات العدو امنيه مدربه، وهو طبعا بيشيد باستخبارات اللي هي الاسرائيليه من الاخر يعني، انها مدربه وخبيره، يعني الاستخبارات الموساد خبيره، وهو الاستخبار بتاعته على ما تفرج يعني، اللي هو ايه مشي حالك يعني، هو بيشيد بيها يعني، وبيقول انه خبيره، وبيوصف يعني اللي هو الاستخبارات الموساد او الاستخبارات الغربيه او الغرب بالاستكبار العالمي يعني، بيسميه طبعا الكلام. بقى نرجع بقى للكلام المجعلس اللي هم بيقولوا بقى يعني، هو بيرجع برضو للكلام اللي هو بيمس الناس اللي هي بقى لها 43 سنة مغيبة هناك في إيران، والاستكبار العالمي والشيطان الأصغر والشيطان الأكبر، والكلام اللي هو إيه اللي هو يعني ما يسويش قرش ساغ يعني في الأخير، إنه أو ما يسويش هللة يعني في الأخير، إنه بيقول الاستكبار العالمي، وبيقول إن إحنا الكلام بقى اللي جاي جامد قوي، بيقولوا إن إيران في حالة حرب مع الكرة الأرضية، والمشكلة يعني أنا مش عارف والله بجد أقول إيه على التصريح ده يعني، إيران بتواجه الكرة الأرضية. هي إيران مش مع خلاف مع الكرة الأرضية يعني، هي إيران يعني لو جينا نتكلم، إيران بتحارب الاستكبار العالمي والإمبريالية الليبرالية الكونية، وعلى خلاف مع المريخ، وخلاف مع المشترى، وخلاف مع منتخب كوكب المشترى وعطارد وكوكب نبتون، وإيران على خلاف مع بعد نبتون، هي على خلاف مع شاي نبتون، الحمد لله أنا بشرب شاي ربيع. دي إيران يا جماعة اللي احنا شايفينها، مسؤول الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري الإيراني، اللي هو أقوى شخصية في إيران، اللي تقريبا اللي بيدير يعني، هو اقوى من ابراهيم رئيسهم. بيقول الكلام يعني الكلام الخطير ده، ان هو بيشيد بالموساد. في الاخير دي ايران اللي احنا شايفينها بالصوره الواضحه دلوقتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.